استكمال بقى للمراجعه بتاعتنا، احنا كنا راجعنا الداتابيز، كان فاضل فيها حته واحده بس، اخر حته في الداتابيز اللي هي بتاعت الديليت. والديليت خدنا معاها حاجات مهمه تانية، مش الديليت بس، خدنا الاليرت دايلوج معاها، وخدنا معاها حاجه اسمها السنكرونس تاسك، خلاص، اللي هو المهام المتزامنه والاوامر اللي بتشتغل مع بعض في نفس الوقت، اللي هي زي الايه اللي احنا خدناها، اللي هو زي الكلاس بتاع الرانيبل اللي اشتغلنا عليه قبل كده. على العموم عشان نعمل الديليت رحنا الاول ضفنا في شاشه الديتيل في المنيو بتاعتها، احنا كنا شغالين على 9 صح؟ في ريسورسز اشتغلنا في اللاي اوت، وادي المنيو بتاعت الديتيل، ادي المنيو بتاعت الديتيل اهي، كان فيها زودنا فيها كان فيها الاكشن سيتنج بس، واحنا زودنا ايتم سميناه ليه؟ سميناه ريموف بحيث لما يتداس عليه سميناه، طبعا الاي دي بتاعه كان ديليت ايتم، بحيث لما بندوس على المنيو دوت على الايتم ده اللي بيحصل ان احنا عايزين ندلت الديتيل اللي موجود عندنا على الشاشه، عايزين نحذف اليوزر اللي موجود عندنا على الايه؟ على الشاشه، خلاص ماشي. عشان نعمل كده طبعا هنضطر نكتب الاكواد في الاون اوبشنز ايتم سيلكتد، صح؟ لما نختار ايتم من الايتمز الموجودين، هنروح طبعا على الاكتيفيتي كلاس بتاعنا، او عملنا كده ورحنا في الريستورانت اكتيفيتي، لا في الديتيل دو جافا، في الديتيل دو جافا، ورحنا على اون اوبشنز ايتم سيلكتد، كنا عاملين اف، كنا عايزين نزود بقى اف ان الايتم دوت ايتم اي دي طلع بيساوي ار دوت ايتم دوت ديليت ايتم. في الحاله دي هنادي على مين؟ هنادي على ميثود هنعملها اسمها ريموف ريستورنت، ريموف ريستورنت اللي هي ايه؟ حذف ايه؟ حذف مطعم. ورحنا بقى قلنا نعمل ايه على جنب كده ميثود اسمها ريموف ريستورنت، نحط فيها كل الاكواد بتاعه الديليت، وعايزين ناخد معاها الاليرت دايركت شغاله ازاي، وناخد معاها الاسنكرونس تاسك شغال ازاي. خلاص الاليرت دايلوج هو عباره عن مسج بوكس، خلاص بنحدد تفاصيلها طبقا للغرض اللي احنا عايزينه، وبنقدر نبرمج زرايرها طبقا لرؤيتنا احنا في برمجه الزرار ايه. عشان نبدا نشتغلها بقول الاليرت دايلوج دوت بيلدر، واديتها ايه؟ اسم بيلدر، يبقى دوت اسم الكلاس، بس هو انر كلاس جوه الكلاس اللي اسمه اليرت دايلوج، خلاص سميته بيلدر بيساوي نيو اليرت دايلوج دوت بيلدر. قال لي اديني بس الكونتكست اللي انا هتعرض فيه، اديني الشاشه اللي هتعرض فيها، قلت له ذس شاشه الديتيل اللي هتعرض فيها. حلو قوي. البيلدر دلوقتي بيساعدني في ان انا اقدر ابني المسج بوكس بتاعتي، فقلت له يا بيلدر دوت سيت تايتل، خلي التايتل بتاع المسج ريموف ريستورانت، ده التايتل بار بتاع المسج اللي هتطلع او بتاع الاكتيفيتي الصغيره اللي هتطلع. بيلدر دوت سيت مسج، الرساله اللي هتطلع ايه هي؟ ار يو شور يو وانت تو ديليت، مش عارف ايه، دي الرساله ذات نفسها. بعد كده بيبقى عندي حاجه اسمها سيت نيجاتيف باتن، وفي عندي حاجه اسمها سيت بوزيتيف ايه باتن، اللي هو الاكتف يعني واللي مش اكتف. فاقول له سيت نيجاتيف باتن هو زرار اسمه نو. في الحته الثانيه هنا دي كنا بنحدد الحدث اللي هيشتغل لما يدوس على نو. كنا بنحدد الحدث اللي هيشتغل لما يدوس على نو، عايز تعمل اكواد كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. لما يدوس على اس عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل كذا وكذا وكذا وكذا. فالمفروض ان هي سيت نيجاتيف باتن وسيت بوزيتيف باتن. طبعا ممكن احط اكتر من زرار بوزيتيف نيجاتيف، لكن في الاخر بيبقى عندي زرار بوزيتيف واحد، خلاص زرار واحد بس هو اللي هيبقى اكتف يعني، خلاص. سيت نيجاتيف باتن قلت له نو، بس النو انا مش عايزه يكتب اكواد جواه خالص، هو بس لما ادوس على نو خلاص الاليرت ده بديت ايه؟ تختفي. فتختفي دي هي هو ده الاوتوماتيك بتاعه اصلا، ده الاوتوماتيك الايفنت بتاعه الحدث العادي بتاعه يعني. فقلت له نل، قلت له ايه؟ نل دي معناها ان هو مش هيكتب اكواد في النو، يبقى النو بالنسبه لي لو داس عليها خلاص مفيش حاجه هتحصل، بس الشاشه بتاعته اختفت.
لان اوتوماتيك الدايركت داير بتاعتي اي زرار بيتداس عليها لازم تتقفل في الاخر. اي زرار بيتداس عليه سواء كان هيكتب اكواد او مش هيكتب اكواد هو كده لازم ايه يتقفل بعد بعد ما تدوس على الزرار يعني. فقلت له خلاص نل معناه ان هو ايه مش هيعمل حاجه فهو هيتقفل وبس. سيت بوزيتيف باتن باتن الزرار الثاني قلت له سميه يس. قال لي ماشي اديني بقى الاكواد اللي هتشتغل لما ادوس على يس. قلت له الاكواد هتشتغل لما ادوس على يس اهي. قمت قافل الكورس وسيبه كله يعني شيل كده كل اللي انا معلم عليه ده بقى الوضع اهو صح كده. يبقى هنا المفروض ما بين الكوما دي الحته اللي هي الخانه اللي واقف فيها البرومبت ده او المؤشر ده الحته اللي هنكتب فيها الاكواد اللي هتبقى مرتبطه بايه؟ بزرار اليس. مرتبطه بزرار مين؟ اليس. وبعد ما ظبطت العنوان وظبطت الرساله وظبطت زرار النو وظبطت زرار اليس وكتبت الاكواد بتاعته كل ده بقى جاهز. فضلنا نقول له بقى اعرض نفسك في اي وقت بقى حسب الوضع بتاعي مثلا اف اللي حصل كذا طلع له رساله اف اللي حصل كذا ما طلعلوش رساله طلع رساله ثانيه الى اخره. ماشي معايا يا ياسر؟ خلاص. فانا اقول له هنا بيلدر دوت شو يبقى هيعرض لك بقى بيلدر طبقا للمواصفات اللي انت حددتها فوق هنا. هيعرض لي بيلدر طبقا للمواصفات اللي انا حددتها هيعرض لي قصدي يعني الليت دايلوج طبقا للمواصفات اللي احنا اتكلمنا عليها فوق هنا. خلاص كده ده مختصر الاليرت دايلوج بتاعك. ده مختصر الاليرت دايلوج ايه بتاعنا. نيجي بقى لايه لبرمجه زرار اليس بعد قصه ثانيه بعيد عن الاليرت دايلوج. يعني انت في اي وقت عايز تطلع اليرت دايلوج عشان اي حاجه خلاص يبقى انت ملتزم بالكود قدام عينيك ده ولا غلطان؟ ملتزم بده هو ده اللي بيطلع اليرت دايلوج خلاص. لكن بقى البرمجه بتاعت زرار اليس والبرمجه بتاعت زرار النو والبرمجه بتاعت زرار مش عارف ايه وزرار الاوكي وزرار ده بقى حسب الايه حسب الكيس بتاعتك على حسب الحاله اللي انت او حسب على حسب اللي انت عايز تعمله يعني على حسب اللي انت عايز تعمله. ف ارجع كنترول زد كده ده الكود بقى اللي انا قلت له هعمله. قلت له انا عايز اعمل كود عباره عن ايه؟ قلت له نيو دايلوج انترفيس دوت اون كليك ليسنر. ما رضيتش اقول اون كليك ليسنر بشكل مباشر لان احنا قلنا ان في اون كليك ليسنر اللي هي جايه من فيو اللي هي زي برمجه اون كليك ليسنر بتاعت الزرار. اما دي زرار اه برمجه زرار اه بس اللي يخص الدايلوج انترفيس اللي يخص الدايلوج ايه؟ انترفيس. يعني في برمجه اون كليك ليسنر ده الحدث ده يخص الزرار لما بتدوس عليه زرار عادي اللي هو بيبقى طبقا للكلاس اللي اسمه فيو طبقا للكلاس اللي اسمه فيو لان كل الكلاسات اللي عندي او معظم الكنترولز او التولز اللي عندي على الشاشه زي ما اتفقنا قبل كده كلها مبنيه على الكلاس اللي اسمه فيو معظمهم يعني منهم الزرار. ففي حدث للزرار اسمه اون كليك ليسنر فيعمل لي مشكله في الامبورت فوق. هيعمل لي مشكله في الامبورت ايه؟ في الامبورت فوق لان هيبقى في عنده اون كليك ليسنر هيفتكر ان اون كليك ليسنر بتاعت مين؟ بتاعت الزرار العادي مش هيفهم ان دي بتاعت الدايلوج انترفيس. فعشان كده انا حددت اوتو دايلوج انترفيس دوت اون كليك ليسنر. وبنفس الطريقه ده برضه اللي خلاني هنا لما جيت عرفت البيلدر اضطريت ان انا اقول له ايه؟ اليرت دايلوج دوت بيلدر لان في برضه كلاس ثاني اسمه بيلدر ممكن نتدخل مع بعضينا يبقى عامل لي عنده كونفليكت. عشان كده قلنا ايه؟ الاليرت دايلوج دوت بيلدر عشان ابقى محدد حاجه معينه خلاص. طيب تعال بقى نشوف الاليرت دايلوج او دايلوج انترفيس دوت اون كليك ليسنر. دوست انتر طلع لي الميثود اللي انا المفروض اشتغل فيها. الميثود اللي انا المفروض اشتغل فيها اهي عمل ميثود اسمها اون كليك. عمل ميثود اسمها اون كليك يبقى ده كله اختصار للنيو دايلوج انترفيس دوت اون كليك ليسنر. قام عمل لي حدث داخلي اسمه اون كليك بيستقبل الدايلوج بيستقبل ويتش ده اللي هو انت رقم انت اللي هو انه زرار داس يعني ترقيم الزراير يعني على ما اعتقد انا مش متاكد قوي من المعلومه دي خلاص او ممكن نشوفها في ال جيب لي اي توضيح ليها خالص مفيش غير للنوع ماشي. وبدانا نكتب الكود جوه الايه الكود جوه الاون كليك اللي هيعمل الشغل بتاعنا. ومن هنا بقى نبدا نتكلم نبعد خالص عن برمجه الدايلوج خالص او عن الدايلوج على الاليرت دايلوج خالص وعلى حسب بقى الكود اللي انت هتحطه هنا بقى خلاص. يبقى لو انت برضو لسه في الاليرت دايلوج وعايز تعمل كود يبقى انت هتعمل الكود بالمنظر احنا شفناه اللي هو الدايلوج انترفيس. لغايه هنا كده كل الحاجات تخص الدايلوج انترفيس خلاص خلصت. على حسب بقى الاكواد اللي انت عايز تنفذها دي حاجه ثانيه. ف
فانا عايز انفذ دلوقتي اكواد اللي هي دي. ايه هي دي بقى؟ بص، عرفت حاجه اسمها السنكرونس تاسك، عرفنا حاجه اسمها السنكرونس تاسك. ايه الاسنكرونس تاسك؟ السنكرونس تاسك جينيريك تايب معمول زي الرانيبل بالظبط. انتوا مش فاكرين الرانيبل، فانا هخش على السنكرونس تاسك على طول. السنكرونس تاسك دوت بنستخدمه دايما في حاله ان احنا بنبقى عايزين نعمل ايه؟ عايزين، عندي اوامر معينه والاوامر دي بتاخد وقت، وانا مش عايز الجهاز او مش عايز الابلكيشن بتاعي يهنج اثناء ما بينفذ الاوامر دي. يعني مثلا توقع ان في عمليه، مثلا ان في عندك مثلا اي حاجه، عمليه طويله مثلا داتابيز مثلا على سبيل المثال، رحت لقاعده بيانات مثلا فيها اسماء طلبه او بتاع، وقد تكون قاعده بيانات دي على الانترنت مثلا، وانا باكسسها وبجيب منها بيانات، فبجيب مثلا بيانات طلبه مثلا بتاعت طلبه، يعني بيانات طلبه مثلا سنه 2012 الناجحين في ماده كذا، او الناجحين وخلاص، فاضطر يعدي على كل الدفعه اللي متسجله صح، ودور على كل واحد، ودور على كل الناجحين، فياخد وقت طويل جدا في الداتابيز اللي هي اصلا فيها كذا شعبه وكذا مش عارف ايه، ده غير ان انا كده كده اصلا هاخد وقت على ما كونكت على الانترنت، وعلى ما استدعي الويب سيرفيس بتاعتي او الاي بي اي اللي موجوده، او ويبدا تشتغل على الانترنت ويعمل لي بيانات، وبعدين يبقى يرد عليا ويجيب لي بيانات، ولسه في مشوار تاني اللي هو بعد ما يجيب، بعد ما يعني يطلب ان هو يجيب، وفي الوقت ده كمان بياخد وقت على الانترنت على ما بيلود، يعني في وقت مثلا لان عمليه تقيله جدا صح، لا بياخد وقت. العمليات اللي بتاخد وقت دي دايما نفضل ان احنا نحطها في الاسنكرونس تاسك. نحطها في الاسنكرونس ايه؟ تاسك، طالما ان هي ما تعدتش 3 ثواني 4 ثواني، يعني 3 4 ثواني بالنسبه لنا في الجهاز ده كتير خلاص. لكن لو حاجات بتاخد وقت اكتر من كده، يبقى اضطر اشتغل عليها على اللي احنا قلناه قبل كده فيما سبق، اللي هو الرنيبل كلاس، اللي هو الرنيبل ايه كلاس. المهم، ايه الميزه بتاعت الاسنكرونس تاسك ده؟ الاسنكرونس تاسك بيوفر لي مجموعه حاجات مهمه جدا. قبل ما ابدا اشتغل عليه نفهمه الاول شغال ازاي، هو عموما لوحده. قال لك هو الاول هو جينيريك تايب، بيستقبل منك، بيحدد له ثلاث انواع بيانات انت هتشتغل عليها، بتحدد له ثلاث انواع بيانات انت هتشتغل ايه عليهم. ثلاث انواع بيانات ممكن تستغلهم زي ما انت عايز، تستغلهم زي ما انت عايز. اللي يهمني فيهم السترنج الاولاني، السترنج الاولاني ده اول واحد، ده هو البارامتر. يعني ايه بارامتر؟ الاسنكرونس تاسك بيبقى جواه اوامر انا عايز اشغلها في معزل عن البرنامج، بحيث ما تهنكش البرنامج. يعني ايه في معزل عن البرنامج؟ يعني اتفقنا على الكلام ده قبل كده، اديكم المثال، هو القديم خلاص، لما يكون عندي طريق عربيات رئيسي، والطريق ده لما تمشي فيه عربيه نقش بتعطل الطريق صح كده؟ فقلنا ايه؟ العربيه النقل دي بالنسبه لي الامر اللي بيطور، الامر اللي بيطور، اما بقى العربيات دي بعد الاوامر العاديه. فقلنا الحل ان احنا نعمل ايه؟ نعمل الاسنكرونس تاسك، اللي هو يعمل لنا ايه؟ هيخلي العربيه النقل تاخد ايه؟ طريق موازي للطريق بس على جنب شويه، تاخد طريق جانبي شويه. الطريق الجانبي دوت بيخلي العربيه النقل تبقى ماشيه براحتها، وفي نفس الوقت ما تاثرش بالاساس على ايه؟ العربيات العاديه اللي ماشيه في الطريق الرئيسي. نفس القصه بالظبط بتاعت الاسنكرونس تاسك، عندي امر هو العربيه النقل بيطول شويه، فانا عايز امشي بقيه العربيات كلها عادي زي ما هي، واخد العربيه النقل على جنب لوحدها، تبقى ماشيه في معزل بقى. ففي الحاله دي، في الحاله دي وقت ما توصل توصل. طب وباقي الطريق؟ الطريق ماشي عادي زي الفل، هي دي الفكره. يبقى انا عايز امشي امر اللي بيطول لوحده، بحيث بقيه الاوامر تستكمل، بقيه الاوامر ايه؟ تستكمل عادي، والراجل ممكن يدوس على الشاشه ثاني وياخد امر ثاني ويدوس على زرار ثاني، والثانيه ايه؟ لسه بعد ما توصل مالكش دعوه، المهم ان هي خدت الامر هتبقى تتنفذ يعني. ما تقلقش هتبقى ايه؟ ما تقلقش هتبقى تتنفذ. بس ف دي الفكره بتاعته. فساعات بيبقى عندي مدخل عايز ابعته للعربيه النقل ده عشان ينفذ الامر بتاع العربيه النقل دوت، ده بقول له مثلا ابعت لي عدد مرات التنفيذ، او ابعت لي رقم مش عارف يمثل ايه، اي رقم او اي قيمه او اي حاجه بحيث ان هو محتاجها عشان يعرف يشتغل مثلا. احنا عارفين اي امر في الكمبيوتر ممكن يكون ليه مدخلات وممكن يكون ليه مخرجات،
فاول حاجه بالنسبه لي هنا هي مين؟ السرنج الاولاني بالنسبه لي هو عباره عن المدخل، عباره عن البارامتر المدخل لي. يعني انا دلوقتي عايز اقول لكم بمعنى ثاني عشان اوضحها، مثلا انا هشيل كل الكود ده عشان اوضحها لكم. يعني الكود ده كله تفاصيل التاسك ده، تفاصيل مين؟ هشيل التفاصيل دي دلوقتي مؤقتا، هشيل التفاصيل دي مؤقتا خلاص عشان اوضح الفكره، وبعد كده ابدا اقول تفاصيلها ايه. اسينكرونس تاسك وسميته ديليت ايه؟ ديليت تاسك، ولسه ما كتبتش التفاصيل بتاعته، لسه ما كتبتش التفاصيل ايه؟ وقلت له اف ان الريستورانت اي دي، الريستورانت اي دي بالنسبه لي هنا ايه؟ اللي هو رقم المطعم لا يساوي نل، لان لو بيساوي نل يبقى مش عارف اعمل ديليت. يبقى معناها ان اليوزر قال انا عايز اضيف، فتحت له الشاشه فاضيه ولسه فاضيه، قام قال له انا عايز اعمل ديليت. اعمل ديليت لمين؟ فانا لازم اتاكد ان الريستورانت اي دي مش فاضي، بمعنى ان هو مش فاضي معناها ان الراجل دخل اختار ريستورانت معين، طلعت له الشاشه فيها بياناتها، قال لك انا عايز ادلتها، فمعايا الريستورانت اي دي. قلت له كان الريستورانت اي دي لا يساوي نل، هنادي على ديليت تاسك ده اللي هو تفاصيله لسه هنقولها كمان شويه، اللي هو تفاصيله لسه هنقولها كمان شويه. دوت اكزكيوت يعني منفذه لي، بس بعت له نوت ايه؟ رقم المطعم اللي انا عايز احذفه. رقم المطعم ده بالنسبه لي ايه؟ كان متغير اهو، نوعه كان ايه؟ كان نوعه سترينج اهو، جوه الديليت جوه الديتيل اسمه ريستورانت اي دي ونوعه ايه؟ سترينج، صح كده؟ محدش بيرد، يبقى صح. فانا لازم الديليت تاسك ده يستقبل الريستورانت اي دي. تلاحظ ان الديليت تاسك عامل ايه؟ طلع ايرور. هو لازم ده يستقبل البارامتر ده، البارامتر ده نوعه سترينج، فانا اقول له اول نوع عندك هنا سترينج عشان يعرف ان انا هيستقبل مني سترينج. لما يجي يتنفذ لازم ياخد مني حاجه معينه، يبقى الاوامر المكتوبه جوه لازم تاخد مني حاجه معينه. عرفنا الاولانيه دي معناها ايه؟ محدش بيرد، يبقى عرفنا الاولانيه معناها ايه. تعالى بقى نخش على الثانيه. الثاني ده العنصر الثاني ده البروجريس. ايه البروجريس؟ اللي هو مستوى التقدم في العمليه. ساعات بيبقى احنا ايه؟ العمليه دي بتاخد مثلا عمال يقول لك كده في الخط رقم 1 في 2 في 3 في 4 في 5 في 6، ممكن تركبها مع بروجريس بار على الشاشه وممكن لا. ممكن تبقى عايز تعرف هيوصل لغايه فين، في نص الطريق، ايوه الو عربيه النقل فين، في ربع الطريق، في نص الطريق، في اخر الطريق، عشان اقدر اتابع هو خلص قد ايه من الايه؟ من العمليه. فده متغير لو نستخدمه في التقدم او نعرف تقدم قد ايه. الاخير ده يخص الريزرت. الريزرت اللي هو لو كان الاسنكرونس في الاخر بعد ما يخلص هيرجع لك حاجه، هيرجع لك قيمه، نتيجه. في نتيجه ما هي ناتج للتنفيذ، في نتيجه ما هي ناتج للتنفيذ. بالنسبة لنا الدليت ما فيش نتيجة ما نتيجة للتنفيذ. ولا في نتيجة. فبقول له دلت، فيروح يدلت وخلاص، مش هيرجع لي حاجة. صح؟ فما فيش ريزرت ولا في بروجريس. فبالنسبة لي الاثنين دول عملتهم اوبجكت اوبجكت، يعني أي نوعين وخلاص، يعني أي نوعين يستقبلهم. كده كده مش هشتغلهم يعني. ملهمش لازمة عندي. لأن كل يهمني الأولاني بس اللي هو المدخلات في المثال بتاعي، لكن ممكن يهموني التانيين في أي مثال تاني. طيب ماشي حلو. بس الديليت تاسك لسه ما كتبتش مواصفاته عشان اعرف، عشان اقدر اقول له يا ديليت تاسك دوت اكزكيوت وابعت له البارامتر بتاعته. لازم اعمل المواصفات بتاعته. فقمت كاتب بقى بيساوي نيو اسنكرونس تاسك. هعمل هنشئه بالكونستراكتور بتاعه، والكونستراكتور برضه لازم ياخد الايه؟ الانواع بتاعته الاساسيه السترنج والاوبجكت والاوبجكت. مع دوست انتر قام مطلع لي حاجه اسمها دو ان باك جراوند، مطلع لي حاجه اسمها دو ان بوست اكزكيوت. هقول لك كل ميثود من الاثنين دول مهمين جدا. احنا قلنا ميثودز اكتر من كده. قلنا في ميثود مهمه جدا لو انت عايز تضيفها اسمها اون بري اكزكيوت، اون بري اكزكيوت. لو عايز تنزلها تنزلها من سورس واوفر رايد امبلمنت ميثود واقول له اون بري اكزكيوت. اون بري اكزكيوت دي، اون بري اكزكيوت دي ميثود مهمه جدا، كل اهميتها ان هي بتنفذ الاوامر قبل ما الاسنكرونس تاسك يشتغل. يعني من الاخر لو عندك اكواد تمهيديه او اكواد لازم تحصل كذا قبل ما تبدا تشتغل، ساعات بيبقى عندي شويه اكواد كده ايه سهلين، يعني مش عربيات نقل، عربيات صغيره عاديه، بس لازم قبل العربيه النقل تطلع تبقى العربيتين دول يطلعوا يعملوا كذا كذا. ففي الحاله دي اعمل ايه؟ احط العربيتين دول اللي هيطلعوا لازم يطلعوا بالعربيه النقل، احطهم في الاون ايه؟ في الاون بري اكزكيوت. دي معناها قبل ما التنفيذ يبدا. يبقى دول يتنفذوا الاول قبل ما التنفيذ ايه؟ قبل ما التنفيذ يبدا. دول اون بري اكزكيوت. حلو قوي. بعد كده بيتنفذ على طول حاجه اسمها اون او دو ان باك جراوند. ده اهم اصلا اهم ميثود عندي.
لا كله ممكن استغنى عنه على فكره. اسمع لي ليه؟ اهم حاجه عندي الدوم باك جراوند. الدوم باك جراوند دي ميثود بقى بكتب فيها الاكواد ايه بقى اللي انا عايزها تشتغل في الطريق الجانبي. هو هنا بحط الاكواد بتاعت العربيه النقل، هنا بقى الاساس بقى. في اي كود هكتبه في الاون دوم باك جراوند اللي هو مفيش غيره سطر واحد بالنسبه لنا هنا، الدوم باك جراوند هتعمل ايه؟ الدوم باك جراوند هتشتغل زي العربيه النقل بالظبط زي ما اتفقنا، بتروح تاخد كل الاكواد اللي مكتوبه جوه الدوم باك جراوند تاخدها في طريق مخالف للطريق الاساسي عشان ما تشغلش الطريق العادي، ما تشغلش الطريق الايه؟ يعني من الاخر لو الكود ده هياخد له سنتين ثلاثه، السنتين ثلاثه اليوزر داس ممكن يقوم دايس على حاجه ثانيه في الشاشه او يدوس على عنصر ثاني في المنيو، ويكون لسه كون الثانيه او السنتين لسه ما ايه؟ ما خلصوش، ما تلاقيش الشاشه هنجت خالص. ما تلاقيش الشاشه ايه؟ هنجت خالص. تعمل حاجه ANB ANP لاكتيفيتي نوت ريسبوندنج ANR ANR اللي هي اكتيفيتي نوت ريسبوندنج اللي هي زي ما تقول كده الشاشه علقت ثانيه كده تقوم مهما تدوس في اي حته ما بتنطقش وبعدين تقوم ايه؟ تقوم منطلقه مره واحده اللي هي اكتيفيتي نوت ريسبوندنج خلاص مش قادر تستجيب لاي احداث. فاحنا عشان ما نقعش في الاكتيفيتي نوت ريسبوندنج بسبب ان في امر هياخد ثانيه ولا حاجه بنحطه في الدوم باك جراوند. دوم باك جراوند حتى معناها اسمها كده خليه ماشي، ده خلي ده ماشي في الخلفيه ورا ما يشغلش الباقي، والباقي كله ماشي عادي جدا والشاشه تشتغل عادي جدا، ولما يخلص هيعمل حاجه ثانيه. ايه هي الحاجه الثالثه؟ اللي هي اون بوست اكزكيوت. اون بوست اكزكيوت ده بقى الاوامر اللي انت عايز تكتبها بعد ما التنفيذ يخلص. بالمره قبل ما تنقل اون بوست اكزكيوت ممكن دوم باك جراوند بعد ما تخلص لو انت كنت عايزها ترترن حاجه اللي هي الريزرف اللي هو العنصر الثالث ده. لو عايز ترترن حاجه هتعمل ريتيرن والحاجه، تعمل ريتيرن وليه والحاجه. حتى عشان كده تلاقي ان هو عمل لك الدوم باك جراوند بترجع ايه؟ اوبجكت طبقا للنوع اللي انت حددته فوق، طبقا للنوع اللي انت حددته، مش اسف مش هنا في الاخر، حددته فوق في الريزرف. يبقى لو انا في اي حاجه عايزها ترجعها داتابيز مثلا ممكن اخليها هنا في الاخر اشتغل هنا كل الاكواد يعني كل الاكواد السيلكت ممكن تتحط هنا في الدوم باك جراوند، وهنا اقول له ريتيرن الكيرسور بتاعي بقى. مفهومه؟ طيب اما دو اون بوست اكزكيوت دي معناها بعد ما يخلص الدوم باك جراوند، يعني بعد ما العربيه النقل توصل لمكانها الاساسي خلاص الامر اللي كان بياخد وقت خلص خلص خلاص اعمل لي كذا كذا كذا. ساعات بنبقى احنا عايزين نعمل شويه اوامر بعد ما العربيه النقل توصل، بعد ما الامر الثقيل يخلص خلاص. والاوامر دي مش تقيله ولا حاجه تمشي عليا، دي اوامر يعني عاديه خفيفه، بس المهم ان ما تنفعش تتنفذ غير بعد ما ايه؟ غير بعد ما الامر التقيل يخلص، الامر اللي بياخد وقت يخلص. فبعد ما فبعد على طول اول ما الدوم باك جراوند تخلص هتلاقي اوتوماتيك الدوم الاون بوست اكزكيوت ايه؟ اون بوست اكزكيوت تشتغل. هتعمل ايه اون بوست اكزكيوت؟ نرجع على السوبر دوت اون بوست اكزكيوت عادي جدا، يعني على السوبر اللي هو ارسم منه مش مشكله، لكن اللي يهمني الامر اللي انا كتبته اللي هو امر اسمه ايه؟ فينش. واحنا عارفين امر فينش بيشوف الانتنت اللي فتحت الشاشه اللي هو فيها كانت جايه منين ويرجع لها. فمن الاخر يعني هيقفل الشاشه اللي هو فيها ويرجع للصفحه اللي نادت عليه. يقفل الشاشه اللي هو فيها ويرجع للصفحه اللي هي نادت ايه؟ اللي هي نادت عليه، صح ولا ايه؟ ده الامر اللي احنا عارفين اسمه فينش. اما الحاجه الاخيره اسمها خلاص كده خدنا اون بوست اكزكيوت، كده خدنا الاربعه اون بري اكزكيوت ودو ان باك جراوند وان بوست اكزكيوت كانت واحده قلناها احنا كنا اربعه الاول ابديتد شيء اول بروجريس اتش ابديتد اون بروجريس ابديت يعني لما البروجريس يبدا يتغير. مش احنا قلنا ان العنصر الثاني ده اللي حددناه اوبجكت بيشتغل لما التقدم بيحصل في البروجريس، صح؟ فالميثود دي بقى اللي اسمها اون بروجريس ابديت دي بتتنفذ كل لما يحصل تقدم الكود اللي فيها يشتغل، كل ما يحصل تقدم الكود اللي فيها يشتغل، كل ما يحصل تقدم يعني خدت خطوه كود الاون بروجريس ابديت يشتغل، كل ما تاخد خطوه طبعا لو احنا عايزين نربطها بروجريس بار على الشاشه يبقى هنكتب الكود بتاع التحديث البروجريس بار على الشاشه فين؟ الاون بروجريس ابديت، يعني كل ما يتحدث البروجريس او ما قايل له ايه زود شارطه، كل ما يقول له زود شارطه، كل ما يتحدث يقول له زود شارطه بالظبط.
ايه؟ هيستنى اه. ايوه بس في الديليت هنا ما احنا عملنا الكلام ده يعني. انت عايزني اعمل بروجريس يعني؟ ما احنا عملنا. مش ما عملناش، عملنا بس انت كنت ستك مش موجود. عملنا لو ما تيجي تذاكر كده الفيديوهات كده هتلاقي في فيديو اللي هو بتاع الرننج والحاجات دي، هتلاقيني عامل البروجريس بار والكلام ده كله. لكن هنا ده امر بس كده بندرس فيه الاسنكروس تاسك والاليرت دايلوج، وبالمره الديليت جاي اصلا بمجرد بنادي يعني. هنا بيقول فكره، بيقول ايه؟ بيقول الاوامر دي اللي بتاخد وقت احنا نحطها في الرنامه بتاعتنا، ما يعرفش هو ازاي، هو بيتكلم منطقيا يعني، بيتكلم بالمنطق. الاوامر دي بتاخد وقت انهم رافعينها في الرام بحيث ان احنا بنحب نستخدمها نستدعيها على طول. الحاله دي مش هتاخد وقت في اثناء التنفيذ. هقول له اولا المشكله بتاعتنا دلوقتي مش مشكله رام خالص. المشكله معانا بتاعتنا احنا دلوقتي مشكله تنفيذ، مشكله اكزكيوت. ان لما هقول له روح دلت في الداتابيز هو بقى الوقت هيبدا يشتغل. الوقت اللي هيستهلكه هو وقت الداتابيز مش وقت في الرام خالص. وقت الداتابيز على ما تدور على الريكوردز وتمسح والكلام ده كله، فهو وقت هنا مستقطع من الايه؟ من الداتابيز مش من الرام اللي تشتغل. خلاص؟ وبعدين امر الديليت ممكن لا يستغل او لا ينفذ اصلا. ما ينفعش ارفعه في الرام وبعد كده ما استخدموش، يبقى انا تقلت الرام على الفاضي. انا ماشي عملت مشكله مش ايه؟ مش حلتها. عشان انا رفعت الامر الديليت على الرام وبعد كده هو فتح البرنامج وقعد يشتغل عشان حاجاته وما عملش ديليت خالص ومشي. وانا تقلت ان انا حطيت امر عندي في الرام بتاعي، ما قلتش اي حاجه، ما استخدمتوش وممكن ما يستخدموش خالص. وزي ما قلت لك الاساس بتاعنا ان الوقت بيتاخد لما بيروح يعمل الديت، امر الديت في حد ذاته هو اللي بياخد وقت جوه الداتابيز مش جوه الرام اثناء تنفيذ الداتابيز للامر ده. تمام؟ فهمت كده؟ فاحنا بنحط جوه الاسنكرونس تاسك، والاسنكرونس تاسك هو اللي بيظبط العمليه دي لوحده بدون تدخل من عندنا احنا خالص. خلاص كده؟ وبكده نكون بصينا بصه سريعه على الريت دايلوج. اهلا اهلا. طيب يبقى احنا كده خلصنا المراجعه بتاعتنا على الشغل بتاع التبيز، وزودنا في المثال بتاع دلوقتي في المراجعه بتاع دلوقتي الريت دايلوج والبيلدر وزودنا وشفنا الاسنكرونس تاسك. اما بالنسبه لنا زرار الديليت في حد ذاته بالنسبه لنا فهو يعني ما يستاهلش ان هو ايه؟ ان هو يبقى فيه اكواد. احنا في الفكره ان احنا زودنا ناخد الاد دايلوج والمسج بوكس بتعمل ازاي، والاسنكرونس تاسك دوت لو انا عندي امر بيأخر ازاي اهرب منه. طبعا يا ريت تفضل كل امر بتاع الداتابيس تحطه جوه السنكرونس تاسك. يفضل يعني كل امر بتاع الداتابيس تحط كده جوه السنكرونس تاسك وشايف الدون باك جراوند في الانسيت وفي الابديت في الديليت وفي السيلكت كمان، عشان ما تبقاش فيه تقل خالص في البرنامج يعني. خلاص ممكن نعمل حاجه معرفش يعني، ممكن نظبطها نعمل السنكرونس تاسك واحد ونعمل حلوه دي يعني. هنقعد نعمل بقى 20 اسنكرونس تاسك احنا ولا ايه؟ يعني ممكن نعمل ميثود جوه الهيلبر. خلاص اسمها ران اي حاجه. خلاص تاخد مني اسم العمليه ديليت ولا ابديت ولا انسيرت والبارامتر كاري. حلو كده؟ حلو حلو والله. وبعدين الميثود دي بقى جوه بقى تبقى موجوده في الهيلبر صح؟ تبقى عامله ايه؟ اف ان العمليه كانت ديليت يبقى هينادي على الميثود اللي اسمها ايه؟ ديليت، وهياخد بارامتر وعارف ان هو بارامتر واحد، هياخد من الاري اول واحد بس. خلاص else if ان هي انسيرت العمليه يبقى هينادي على انسيرت وعارف ان هم كام بارامتر؟ 6 ولا 7 بعتهم على بعض. إلس اف ان هي ابديت ومعامل نفس العمليه. في الحاله دي كلها بقى بتكلم مع كام ميثود؟ مع ميثود واحده اسمها ران كوماند مثلا. ران كوماند هنا بقى اللي انا هناديها في الباك جراوند ايه؟ الباك جراوند. يبقى كده عندي اسنكرونس تاسك واحد بينادي على ميثود واحده، والميثود بقى هي اللي بتفسر على حسب البارامتر الاولاني، هل هي هتشغل الديليت ولا هتشغل السيت ولا هتشغل. يبقى كده عملت كل اوفر داتا بيس في اسنكرونس تاسك واحد. حلوه؟ ايه؟ مش سباكيت كود ولا حاجه. ده اوبجكت اورينتد وكلاسز وبتاع، اما لو كنت بتكتب الكود تحت الضغط كنت عملت ايه؟ المهم وبكده يكون قفلنا الجزء اللي احنا قلناه في الشغل بتاع الداتابيز يعني. طبعا حاولنا كذا مره نفتح الدي دي ام اس وما عبرناش يعني.
نجرب كده اخر مره قبل ما نشوف كده، نجرب الدي دي ام اس عشان نشوف هل يا ترى الداتابيز تطلع معانا المره دي. يا دي دي ام اس احنا قلنا دي دي ام اس ديت اختصار كده لكلمه داليفيك ديباج مونيتور سيرفر. ما تسألش عن تفاصيل كل كلمة، لكن معناها بيعمل ايه، يعني هي بتعمل ايه. في كل فكرة ال دي دي ام اس ديت ان هي الايميليتور بيفتح لك كل تفاصيل الحاجة اللي اشتغلت جواه، وبتقدر تتعامل مع الملفات بتاعته، وكل ملف موجود فيه ايه، اكنه بالظبط السيستم كله من جوه، السيستم كله بتاعك من ايه؟ من جوه، بحيث نقدر نستغله في ان احنا على سبيل المثال لو عايزين الملف ده مثلا، عايزين نشوف معمول ازاي، ممكن اقول له بوش الفايل ده، اجيب لو انا عايز اجيب فايل واضيفه هنا اقول له بوش الفايل دوت، او اعمل ايه؟ او اسحب الفايل ده واطلعه بره واشوفه بره بره الاندرويد ذات نفسه يعني. فمن ضمن الحاجات المهمه جدا الاس دي كارد. الاس دي كارد ده مهم جدا. الاس دي كارد ده لما يكون انت عندك دلوقتي بيانات هتخلي البرنامج يسيفها على الكارت الميموري مش على الجهاز. راح ممكن نقدر نتحكم ان احنا نقول له سايب على الكارت او سايب على الجهاز نفسه. فممكن تحط ستورج حاجات بتاعتك على الاس دي كارد ده، الاس دي كارد. فلو انت سايبها هنا ممكن تقدر تخش هنا على الملفات اللي موجوده هنا وتشوفها او كده. ومن ضمن الحاجات برضو احنا جربناها كذا مره وما نفعتش عشان الجهاز بتاعنا اللي فيه عيب، يعني ان احنا ممكن نخش على فولدر اسمه داتا. لو احنا بنتابع في الداتابيز وكنا هنلاقي الداتابيز، انا عايزكم تجربوها انتوا، وعلى داتا تاني والاقي ادي كل النيم سبيسز اللي قايمه، من ضمنهم النيم سبيس بتاعتنا كان اسمها ايه؟ كوم دوت اكزامبلز دوت ايه؟ لانش ليست. كوم دوت اكزامبلز لانش ليست. هلاقي بقى كاش داتا بيز مكتبات مش عارف ايه. اهي لقيناها اهي، الف مبروك جت اهي. كوم دوت اكزامبلز دوت لانش ليست وداتا بيزز، والاقي عندي نوت ادي فولدرين فولدر ملفين اسف للداتا بيز، لانش داتا بيز لانش ليست داتا بيز، وعمل له حاجه اسمها لانش ليست اندر سكور جورنال. خلاص. فانا ممكن اقوم قايل له ايه بقى، بول الحاجات دي بره الديفايس ورهني بره كده على الويندوز كده بره عشان اقدر ايه اتدلع معاها يعني. فاقوم قايل له طلع لي بره، انا احطها فين؟ قلت له في الاندرويد بم 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 مش عارف هنا مثلا، لا بلاش هنا في الاندرويد وركس. المهم في الاندرويد ايه وركس. اوكي ده ما هم لي بره. اطلع كده بقى على الديسك توب في اندرويد، اخش على اندرويد وركس، الاقي ادي الايه الملفين بتوعي. طبعا مهما تنططت عشان تفتحهم مش هتعرف ايه تفتح. طب ايه اللازمه؟ قلت لك لا، في برامج مختصه انها تتعامل مع الموضوع ده. في برنامج اسمه اس كيو لايت 3. اس كيو لايت 3 ده داتا بيز اصلا، هي فيرجن اس كيو لايت 3 ممكن اقدر اتعامل من خلالها. وفي برامج ثانيه، بس برنامج اس كيو لايت 3 دوت دوس يعني. لكن في برامج ثانيه فيها يوزر انترفيس ودلع وكلام من ده. انا معتقد ان كان عندي برنامج ابو صور اوريه لكم كده، من اشهر البرامج اللي هو الادمنستريت ماشي. هو في برنامج اسمه اس كيو لايت براوزر، وفي بقى اس كيو لايت ادمنستريتور افضل يعني، بس اللي موجود دلوقتي عندك جهاز عشان ما فيش وقت. ممكن انا هعمل بيست كده، ادي اس كيو لايت براوزر، ممكن افكه هنا اكستراكته اعمله جوه اس كيو لايت براوزر. ده بقى يقدر يبراوز ليك لايه الداتابيز بتاعتك، وتشوف البيانات وتشوف كده وتعدل منه وتضيف، وممكن تعمل جداولك وتظبط حاجه وبعدين تبعتها للبرنامج. ممكن ماشي هنجربه. خلاص اخش على اس كيو لايت داتابيز براوزر، افتحه ادي البرنامج اهو
السيكولا داتابيز براوزر، اعمل اوبن واروح اختار الفولدر بتاعي، الملف اللي احنا خرجناه من الاندرويد صح؟ كان اسمه ايه وكان فين؟ اهو كان في الوركس وكنا سايبينه بره صح؟ ادي اللانش ليست دي بي، افتح قال لي ادي اول جدول، ده ميتا، ميتا سيبك منه، ده ريستورانت وده سيكول، ده سيكونس مش مهم، ده الايه؟ الجدول اللي يخصنا اهو صح؟ في الاي دي وفي النيم وفي الادرس صح؟ والتايب والنوتس والايه؟ الفيد ده انا كنت بجرب حاجه دي وانتم منها خلاص، ده جدول من الجداول اللي ايه؟ اللي موجوده عندنا داتا بيز استراكشر براوز ديتا بتاعتك، وهنا دوت مش اختار جدول الريستورانت كده، فقال لي ادي عندي الاي دي والنيم والادرس والتايب والنوت وفيد، ده انا كنت لسه بجرب بيه حاجه يعني سيبكم مني انا. طبعا اقدر اضيف نيو ريكورد جديد واضيف اللي انا ايه اللي انا عايزه، اديليت ريكورد زي ما انا عايز مش مشكله خالص والى اخره خلاص، اكزكيوت اس كيو ال معينه اجرب من السلكت اطبق بتاع ايه ده الفورد مش مشكله خالص تمام كده، هو لذيذ وصغير يعني ولا هو مش ملخبط ولا حاجه يعني. طبعا شويه ايقونات مساعده هنا زي كاريت نيو داتابيس فايل، تقدر تعمل اوبن للداتابيس موجوده، تسيب الحاجات اللي انت عدلتها، ترجع في كلامك، تكاريت تيبل، كاريت تيبل من هنا، كاريت اسم التيبل، بس ممكن كاريت اسم التيبل وكل حاجه وهو مسحب الداتابيز جوه عندي جوه الاندرويد واشتغل عليها على طول، بس هيبقى تفقد ميزه معينه عن الطريقه اللي احنا عملناها الاولانيه اللي هي بالكود. الميزه اللي احنا عملناها بالكود ايه هي؟ ان لو الداتابيز مش موجود عند اليوزر هتشغل اون كرييت والكود اللي فيها يشتغل ومش عارف ايه الكلام ده، لكن هنا لازم انت اللي ترفع الداتابيز وتسلمه البرنامج بالداتابيز بتاعته. لو الداتابيز الفايل ده اتمسح هتلاقي البرنامج بتاعك كله شنك صح ولا لا؟ لكن هناك لا، لو فايل الداتابيز مسح هيتكريت اوتوماتيك وهيرجع تاني بقى ومفيش حاجه تضرب. فدي ميزه مهمه يعني ما علينا، برضه ساعات الناس بتحب تختصر لما يكون الداتابيز فيها شويه شغل يعني، لكن ممكن نجرب جدول اسمه تيست تيبل واقول له ضيف لي حقل، قال الحقل ده اسمه ايه؟ قلت له كولوم 1، قال نوع بياناته ايه؟ في عندي تكست ونيميريك بي ال او بي وانتي. نعم يبقى مش لازم ان انت عملت الدكتوراه الاولانيه. انا سبت الشغل اللي عملته كله بره، اللي هو كل حاجه فيها بره، لكن هو كل اللي انا عملته انت ممكن لما تبني الداتابيز بتاعتك كلها من هنا عادي، وممكن لو انت حاسس ان ده ممكن تلخبط وبتاع انت ممكن تبني الداتابيز. يعني اوريك مثلا، يعني مثلا ده اعمل ده برايمري كي ماشي، كاريت يا عمي كاريت هولي، ضيف كمان واحد واسميه كل اثنين، وده يبقى تكست كاريت يا عمي كاريت ماشي، واقول له كريت الجدول ده هيبدا يكررها في الاستراكشر خلاص كده. راح فين هو؟ ادي سيستم. لو عندي الجدول الاس كيو لايت ادمن ادمنستريتور افضل من البرنامج ده كمان، افضل من البرنامج ده. انا فتحت اللوج كده مفيش حاجه في اللوج، الابلكيشن ممكن تلاقي الكريب بتاعتك موجوده هنا مش موجوده خلاص مش مشكله. كنت ساعتها كنت ممكن لو انا في الادمنستريتور برنامج اسمه بتعمل كليك يمين تقول له عايز اشوف الكريت بتاعك، طلع لك الكريت وتاخد الكريت بقى يا اما تظبطها كده تحطها عندك في البرنامج، عشان لو الملف فقد يبقى برضه البرنامج بتاعك ايه بيخلص وبيظبط الاداء من غير مشاكل فاهم. بس هنا البرنامج هنا مفيش هنا خالص حاجه خالص، يعني كريت تيبل وديليت تيبل وموديفاي تيبل واعمل اندكس ومفيش حاجات اكتر من كده يعني، لان برنامج بسيط جدا وصغير جدا والادمنستور برضه كذلك يعني. لكن المهم ان ممكن ساعات بيطلع معاك ايرور عايز تجرب جمله السلكت بتاع مش عارف ايه، ممكن تجربها هنا بره يعني حاجة. ممكن تبقى عايز تعمل تاخد برنت سكرين من الجداول عشان انت بتشرح مثلا دوكيومنتيشن معين او تعمل كتاب او فيه شرح او حاجه، فتقدر ايه يبقى ده بالنسبه لك العمليه تبقى الجداول والاستراكشر يبقى واضح شويه والى اخره، فممكن يفيدك في حاجات كتير قوي تبقى انت محتاجها يعني خلاص.
يعني بصينا بصه كده كانت مفيده على البرنامج الخارجي ازاي اقدر اتعامل مع الداتابيز والكلام الجميل ده. ارجع بقى لموضوعنا تاني كده، خلصنا موضوع الداتابيز، بالمره نبدا نشتغل ونعيد شرحنا في او الدرس 12 بقى، كنا بنتكلم بقى على البريفرنسز وازاي تعاملنا مع البريفرنسز، عايزين نراجعه الدرس بتاع نشرحه.